كل واحد فينا هيلبس الجاكيت اللي فيه البلالين وهيتحرك من نقطه لنقطه ويسلم الجاكيت للي بعده لحد ما نوصل بالبلالين لمعبد فيله. اهم حاجه نوصل باكبر عدد من البلالين سليمه، فاهم يا سعدون؟ ان شاء الله. بلالين ما كانت تبعت لنا بالمره بومب وصواريخ، ده ايه التفاهه دي؟ نبقى حاسب البلالين من اولها. المهم في اربع نقط هنتحرك فيهم، A B C D. هنبتدي سعدون، غريب، شيماء، وانا اخر واحد. حلو. مستر موزو، ممكن لو انت مش محتاجني اروح انا البحر؟ ايوه انزل عم في البحر عشان يطلع لك تمساح النيل يقرمك في فخدك الابيض ده. خليك واقف جنبي، محتاج حد افش غلي فيه. حاضر موزو. ايه في ايه؟ انت قلت انا اللي ابتدي. انا متشكر يا موزو على ثقتك الغاليه دي، هتخليني اول واحد اقدم. حبيبي يا موزو. يا سعدون انا ماشيها بطريق ضربات الجزاء، انت عارف لما فرقه بتلعب ضربات جزاء بيخلوا اول واحد يشوط احمر واحد في الفرقه. أيوة. مين احمر واحد في الفرقه عندنا؟ سعدون. بس خلاص. بس انا متشكر جدا. العفو يا سعدون. دلوقتي انت هتتحرك من النقطه ايه؟ ماشي. ايه انت هتتحرك من النقطه ايه؟ ايوه ايه يعني انت هتتحرك من النقطه ايه؟ حرف ايه؟ بالانجليزي حرف ايه؟ ما تقول. طيب ماشي. خليك سريع يا سعدون ووصل باسرع طريقه. عيب. ابوس عيب. ايدك عيب. ما تموتنيش. عيب. ما تشلنيش. عيب. عيب. ماشي تمام. يلا بينا، انت هتتحرك بعد خمس دقايق واحنا هنستناك عند بي. بي ده واحد صاحبك ساكن هنا. بي حرف بي يا سعدون. بالانجليزي. معلش بس يا مازو بي، انا عندي سؤال صغير بس يعني عشان ابقى معاكم يعني. قول يا حبيبي. ايه التحدي؟ لا البلالين هتفرقع. ليه غربه وغرابه. يلا القطه العاميه سرقت قميص. يا جماعه ايه العبط اللي احنا بنعمله ده؟ انا مش مقتنع بكده. ولا انا كمان مقتنعه. يعني ايه قطه عاميه وتسرق قميص؟ ايه الهبل ده يا اسراء اللي انت بتقوليه؟ انا مش مقتنع يا جماعه باللي احنا بنعمله. اي حد يلبسه خلاص الفرقه الثانيه اتحركت. احنا المغرب هيدا علينا. عندك حق. عندك حق يا مستر وسيم. الحق حق. يلا طلعوا الحق المستحق. البيلي بيلي بقى. شويكار تعالي يا حلوه. ايه ده؟ ازاي بس انا اول واحده؟ طب انا كنت عايز انزل السوق اجيب حاجات رمضان. يا حبيبتي سوق ايه؟ احنا بس نكسب ال 20 مليون وهنزل اشتري لك السوق كله. يلا بقى امشي. امشي. طب ما تخافش هحافظ عليهم بعناية. مش خايف. مع السلامه يا شويكار. طلع النقطه بيه. يلا ايوه مازو، انت من اولها كده بتزعق لي. هو انا لسه عملت حاجه؟ ثم هو انا اصلا اللي سال اتوبيس مازو ولا ايه؟ واطمن اطمن يا مازو، كل بلالينك سليمه وما اتخدشتش ولا خدش واحد. وانا عايز اقول لك على حاجه في الاخير، اطمن الفوز حليفك طول ما سعدون حبيبك. ده انا حبيبك وعلقك من قفاك لو ما جيتليش دلوقتي. انت فين؟ اصل انا فكرت وشغلت دماغي. ليه يا سعدون؟ ليه يا حبيبي تشغل حاجات مش موجوده اصلا؟ اصبر بس انا هقول لك على حاجه. اللعبه قالت نروح من النقطه دي لدي، انما ما قالتش ازاي، فانا قررت اركب الاوتوبيس. بتجود ليه يا غبي؟ ما كده البلالين هتفرقع منك في الاوتوبيس. اطمن يا مازو، انا قاعد على الكنبه وحجزت الكرسيين اللي على يميني والكرسيين اللي على شمالي، وكمان اتفقت مع السواق ينزلني قدام المتحف بالظبط. ويا نظريا الفكره صح، وبصراحه الحل ذكي، بس انا مستني اعرف الخازوق فين. وده سؤال وانت مستنيني اجاوب؟ لا انت اكيد شايل لي خازوق في الاخر. يا رب اطلع ظلمك يا سعدون. يلا انجز.